اليوم 28 ديسمبر 2016 باش نحكيو على بناء رؤية استراتيجية في الحوار. في الرؤية الاستراتيجية فما منهجية معينة برشا ناس كي بدينا نحكي، لكن ما يزمناش زادة اللي ننساو كون اليوم الشباب قاعد يعاني. اليوم فما أمال محبطة، اليوم فما حالات يأس في الشباب، اليوم فما عزوف كبير للشباب في المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية. كي نحكيو زادة شباب نحكيو نسبة 30% من الكثافة السكانية، لكن للأسف 30% من الشباب فقط حوالي 7% منخرط في الحياة العامة والحياة السياسية. مهمتنا اليوم كمنظمات ومجتمع مدني، مهمتنا اليوم كوسائل إعلام، هو كون اليوم الشاب يلزمه ينخرط في الحياة العامة. اليوم الشاب يلزمه هو اللي يكون المحور والمركز نتاع الاهتمامات. اليوم كي نحكيو حوار مجتمعي نحكيو حتى يعني طريقة عمل جديدة. اليوم كي نحكيو حوار مجتمعي صعب ده بالنشاط الصيفي اللي شارك فيه 72,000 شاب من المناطق الحدودية من المناطق الريفية، يعني 72,000 شاب اللي معظمهم ما كانتش عندنا الايدنتيفيكاسيون تاعهم. نحكيو زادة على مسار المنابر المحلية، عندنا 1360 منبر محلي بمعدل 5 منابر في كل معتمدية، يعني أكثر من 600 مؤسسة سوف تخصص لذلك. كي نحكي مؤسسة نحكي دور شباب، دور شباب متنقلة وكيف كيف النوادي الريفية. اليوم باش نمشيو للشباب في السجون، باش نمشيو اليوم للشباب في المناطق الحدودية، باش نمشيو للشباب يعني فاقدي السند وشبابنا زاد في المهجر. في اليوم كي نحكيو على نسبة يعني مشاركة الشباب في الحياة العامة والحياة السياسية، فللأسف هي ما تفوتش 7%، يعني بنسبة 93% عزوف. لكن اليوم كي نحكي وعزوف مش معناها راهو الشاب ماهوش باش يقبل. احنا اليوم الكلنا جودي بيان شخصيات وطنيه ومجتمع مدني ومؤسسات دوله واحزاب، اليوم الكلنا مطالبين باش الشاب هو اللي يصنع المستقبل نتاعو، هو اللي يرسم المستقبل نتاعو، وهو ايضا اللي يكون في مراكز القياده بور 2030. صباح الخير للكل. عاصمه، فما ملاحظات جاتنا من شباب اللي خلتنا هكا ترهوجنا شويه في معناها في اجابتهم على الهجره الغير شرعيه، واللي هو وراه هي مشكله، ولكن وراها فما برشا سوء فهم، فما برشا كيفاش نقولوا، فما برشا غل، وفما برشا قلق عند الشباب. اسكو شبابنا اليوم مندمج في هالتطور هذايا ولا